الآن أرحب في الاستوديو بضيفي الأستاذ علي المشيمع، وهو ممن طالتهم أحكام السجن 15 عاما، فضلا عن أنه والد حضرتك أيضا حكم عليه بالسجن المؤبد السيد حسن مشيمع إذا لم أكن مخطئة، وأخي أيضا معتقل، وأخوك أيضا معتقل. سيدي، أود أن أسألك عن يعني ربما الإحساس الشخصي بهذا الموضوع قبل أي شأن آخر سياسي. هل السجن هو البقاء وراء القضبان، أم أنه مجرد إحساسك بأن الحكم قد أطلق عليك شعرت بأنك أصبحت سجين؟ لا أبدا، لم أفاجأ بالأحكام التي صدرت مؤخرا، ويعني واقعا نحن عائلة عشنا في السجون يعني مرارا. أنا دخلت السجن 4 مرات، وأبي دخل السجن 5 مرات تقريبا. يعني نحن نموذج من نماذج العائلات التي عانت من بطش وقمع هذا النظام على مر السنين، على مر عشرات السنين، في استمرار النضال الشعبي الذي ناضل فيه شعب البحرين. تبقى هذه الأحكام أحكام يعني أطلقت في محكمة عسكرية وذات أبعاد سياسية لا نعتقد لها أي قيمة، وما ستفرزه وما يعني ما ستنتجه هذه الأحكام هو مزيد من الإصرار، مزيد من القناعة باستحالة هذا النظام. نعم، هؤلاء الذين أطلق عليهم الحكم رفعوا شعار مطلب إسقاط النظام، ومن حق كل شعب أن يحقق مصيره بنفسه. بداية انطلاق الثورة كانت المعارضة على الأقل، وكل شارع البحرين يناشد الحكومة والسلطة والنظام بأن يجري إصلاحات وأن يستجيب إلى لغة العقل والحوار. ولكن بعد الجرائم الذي ارتكبها، وبعد استدعائه جيشا من دولة أجنبية إلى الداخل البحريني، وحجم الجرائم كبير جدا، لا يمكن أن يتصور أن يأتي بجيش دولة أجنبية لقمع شعب أعزل لا يملك سلاحا، ومن ثم تهدم مساجد ويحرق قرآن ويقتل معذب، يعني يقتل أشخاص من داخل السجن. اطلعنا كثيرا على هذه الحقائق والتي ذكرتها أيضا بعض المنظمات الإنسانية إن كانت دولية أو داخل البحرين، ولكن لماذا دائما توجه إليكم التهمة بالولاء للخارج، الولاء لإيران، و مخطط الحكي عن مخطط لتنفيذ ولاية الفقيه في البحرين، لماذا؟ سياسة الهروب إلى الأمام. طبعا أنا أعتقد حتى معمر القذافي يعني قال، معقول ما في أي صحة لهذه الادعاءات وهذه الاتهامات؟ أنا خليني أذكر كم نقطة. أولا، كل الحكام في كل الثورات يعني ادعوا واتهموا شعبهم والثائرين بهذه التهم. الشيء الآخر أن إيران دولة جارة، نعم، وتشاركنا يعني تشارك شريحة كبيرة أو غالبية شعب البحرين في ذات المذهب. كثير من البحرينيين يذهبون إلى إيران يتلقون العلوم الدينية، يزورون مشهد مثلا الإمام الرضا كجزء من العقيدة والطقوس الدينية، هذا شيء طبيعي. أما مسألة التدخل الخارجي فهذا ما أنكرته حتى وزيرة الخارجية الأمريكية التي هي ألد الأعداء إلى إيران، وقالت لا توجد دلائل أن المعارضة متورطة في مشروع سياسي مع إيران لتخريب الوضع في البحرين. ثم ما هي المطالب التي نادى بها هؤلاء الرموز أو هذا الشعب؟ هل تجد هذا الخوف المطالب من إيران؟ مطالب حقوقية، مطالب مدنية. ماذا صحيح ستكسب إيران لو وفر عمل إلى عاطل عن العمل؟ صحيح، ولكن هل ترى بأن هذه المخاوف التي ربما تبدو أحيانا مضخمة من المشروع الإيراني في المنطقة لها ما يبررها؟ لا يوجد لها ما يبررها. أنا أعتقد أن التدخل الأمريكي هو تدخل أكثر من التدخل الإيراني، والتدخل السعودي هو تدخل أكثر من أي دولة أخرى. توجد قاعدة وأسطول خامس حربي في البحرين أمريكي، ويوجد جيش سعودي. إنزين، من تقاتلون أنتم؟ من تقاتلون؟ هل سمعنا يوما من الأيام أن مظاهرة خرجت كان فيها طلق رصاص أو تفجير هنا أو تفجير هناك؟ كل وكالات أنباء العالم العالمية بما فيها البي بي سي، كل منظمات حقوق الإنسان، الإدارة الأمريكية نفسها لم تثبت ولم تدعي أن إيران تدخلت تدخلا مباشرا في الوضع السياسي أو في الوضع حتى الثائر أو الانتفاضة. ما هي أستاذ علي، هذه الأمور لا تتم بهذه الطريقة، ليست بطريقة مباشرة بطبيعة الحال. طيب دعني أعود إلى وضع المعتقلين والأحكام التي صدرت عليهم أسماء بارزة: عبد الوهاب حسين، سيد عبد الجليل، والد حضرتك حسن مشامع، وإبراهيم شريف، عبد الهادي خواجة. من بقي من رموز المعارضة الآن خارج السجن بإمكانهم قيادة حوار وطني إذا تحقق؟ لن يكون هناك حوار، ستكون هناك طاولة، يعني طاولة
فيها مؤيدو النظام والموالين إلى النظام يجلسون ويقولون نحن تناقشنا بالنيابة عن شعب البحرين وعجلة الإصلاح ماضية إلى الأمام، ولكن لن يكون أي شيء من هذا. وأنا أعتقد شخصيا أن الأمور مقبلة على تصعيد أكثر، الناس لن تتحمل مزيدا من القمع، كثيرا من الجرائم ستواصل ثورتها، سيخرج الشباب كما يخرج. كيف ذلك أستاذ علي؟ الناس يخشون من الاتصال الهاتفي معنا الآن، يعني هذا الوضع اختلف تماما منذ شهر. منذ شهر كنا سأقولها بالعامية ما بنلحق تلقي اتصالات من ناس يريدين أن يتحدثوا، الآن أصبح هناك حالة من الكمون. لا، أنا حسب متابعتي الدقيقة كل مناطق البحرين، مثلا أمس 50 منطقة في البحرين خرجوا مظاهرات ولكن يقمعون في ذات الوقت، ما زال إلى اليوم كل المناطق تخرج مظاهرات ومسيرات، تقمع هذه المسيرات. اليوم فقط شيع أحد الشهداء، يعني نحن ندفع قرابين بشكل يومي. طبعا أن الكثير من الشباب لا يستطيع أن يتصل اتصالا خارجيا لأنه سيحدد شخصه وسيحدد مكانه، أما المظاهرات فهي مستمرة، الحراك الشعبي مستمر، وأيضا الحراك الحقوقي والحراك السياسي لدى المعارضة خارج البحرين مستمر. نعم. هذا البلد لا يمكن أن يستمر في سياسته بالطريقة العسكرية والأمنية وأن يبقى وأن يفرض الاستتباب. هل تتوقع أن يصدر عفو عام ملكي قبل نهاية فترة الاستئناف؟ لا أعتقد ذلك. لا أعتقد وإن حدث هل ستعود إلى البحرين؟ لا، لن أعود إلى البحرين، وسنواصل نضالنا حتى إسقاط هذا النظام. هذا شيء نعلنه ونفتخر به وسنواصل فيه. شكرا لك أستاذ علي مشيمة على حضورك هنا على الاستوديو، وأنوه بأنه